أحسن الله إليكم الأخت أم عبد الرحمن من مكة، تفضلي يا أختي أم عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخة، بعرف وقت صلاة الأوابين وش فضلها؟ طيب، صلاة الأوابين يا شيخ متى تبدأ وما هو فضلها؟ صلاة الأوابين هي صلاة الضحى، ويبدأ وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح، وينتهي عند توسط الشمس فوق الرؤوس قبيل الظهيرة، وكل ما تأخرت فهي أفضل. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حين تحتر الأرض بالرمضة فتشق على صغار الإبل الوطء عليها. نعم.